جذورنا، برنامج أسبوعي يطل عليكم كل يوم ثلاثاء الساعة 6 مساء ليطلعكم على آخر الأخبار الدينية ويناقش مواضيع اجتماعية وثقافية وروحية. وموجودين بيننا في ناس بتعاملوا مع العرافين، كانوا يجتمعوا على كسر الخبز وتقديم الشكر، بعدين منصلي من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأربدة بالثمار. بعدها الولد قال خلص أنا هاي البلد مش ضابطة معاي، بدي أطلع على كندا. جذورنا من إعداد وتقديم الدكتور تشارلي يعقوب أبو سعدة وسيلينا مراد. يعاد البرنامج يوم الأحد الساعة 6 مساء. أعزائنا المستمعين، مستمعين راديو موال، مساء الخير، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي جذورنا. تحيات فؤاد صليبي في الهندسة الإذاعية، وتحيات الدكتور شارلي يعقوب أبو سعدة، وتحياتي أنا سيلينا مراد. في البداية منحب نهنئ الكنائس التي تسير على التقويم الغربي لغريغوري بمناسبة عيد الغطاس، ونهنئ أيضا الكنائس المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي اليولياني بعيد الميلاد. وضيف حلقتنا لليوم رح يحدثنا عن عيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي الأستاذ إياد خير، مسؤول الشبيبة الأرثوذكسية في بيت ساحور. زمان يوم صارت البشرية مستعدة لتقبل مجد الله والإشعاع بسناه، ارتضى ابن الله خالق الكون والمحب البشر أن ينزل من السماء ويأخذ صورة بشر في أحشاء فتاة من بني البشر. وبحسب قول بولس الرسول، لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس.
الله الإله من الإله والنور من النور اتخذ طبيعتنا البشرية بملء حقيقتها، فصار جنينا ونما وترعرع كما ينمو ويترعرع كل كائن بشري. الخالق صار خليقة الذي لا نهاية له وسع في الحشا، الكلمة صار جسدا. أعزائي المستمعين، مرة ثانية كل سنة وانتم سالمين، وأهلا وسهلا فيك أستاذ إياد. طبعا منهنيك بمناسبة عيد الميلاد المجيدة، وسمعنا بالفعل صوت امرأة رتلت رباعية الميلاد. ميلادك أيها المسيح، لا هنا صوت مين؟ من الأردن، ما بعرف اسمها بالضبط، بس من الأردن أصلا، من طيبة رم الله. من رم الله، حلو. نعم. إذن أستاذ إياد، معنى الميلاد، ميلاد يسوع المسيح، الطفل في حياة المسيحي. حقيقة معنى ميلاد يسوع المسيح لا يمكن أن يحصر بكلمات بسيطة أو صغيرة. إحنا بنحاول إن نعمل جهدنا بإن نلخص موضوعه. هلا حقيقة تخيل إنه الإله الخالق الأزلي الأبدي السرمدي اللي كان موجود وقت الخليقة واللي كان موجود قبل الخليقة، ربي وربك، رب الكون كله، أراد أن يأخذ جسدا ويماثلنا بكل شيء ما عدا الخطيئة. مش لأنه حب يشوفنا، مش لأنه حب يزورنا، بس لأنه حب يخلصنا. القديس إيرينيوس بقولنا صار الإله إنسان لكي يصير الإنسان إلها. كمان في التقليد احنا بنعرف صار ابن الله ابن للإنسان كي يصير ابن الإنسان ابن لله. إذن ميلاد يسوع هو حقيقة من أهم الأحداث التاريخية لكل البشرية، لأنها وحدة الخالق بالمخلوق. الإله التام يصبح إنسانا تاما، ليس لأي سبب وإلا لخلاصنا، زي ما بيقول بولس في رسالة فيلبي: لم يحسب مساواته لله غنيمة بل اتخذ صورة عبد. وهذا معنى ميلادنا، ميلاد حقيقة ميلاد البشرية، وحدتها مع الله، وحدة الله مع البشر، وجود جسر اللي هو يسوع المسيح المتوحد إله وإنسان تام بيننا وبين الله. هذا معنى الميلاد. نعم أستاذ زياد، خلينا نركز شوي على قديس إيرينيوس اللي حكيته قبل شوي. أنت تجسد الإله حتى يصبح الإنسان إلها، نركز عليها شوي، نحاول نفسرها، نبسطها شوي للسادة المستمعين. نعم، حقيقة فكر إنه يصبح الإنسان إلها ليس بالطبيعة. نحن لا يمكن أن نصبح آلهة بالطبيعة، نحن بشر بطبيعتنا، بجوهرنا بشر، ولكن بنعمة الله أصبحنا أبناء له، مشاركين طبيعته الإلهية، زي ما بيقولنا بطرس الرسول، مشاركين نعمته، متحدين معه. وأبناء ليس بالجسد، ليس بالجسد، وإنما بالوحدة، بالشركة، بالنعمة الإلهية. وهذا الحكي طبعا بيصير يوم إحنا نعيش الميلاد، يوم إحنا نمشي بنطهر أجسادنا وننظر إلى النور غير المخلوق، لنصل إلى الوحدة مع طاقات الله أو نور الله أو نعمة الله، فمنصبح أبناء لله. إذن كيف نعيش الميلاد وكيف نستقبل الميلاد، راح نحكي عنه بعد ما نسمع هذه الترتيلة إن شاء الله. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا.
أستاذ إياد، مكملين حلقتنا معك اليوم. حكيت لنا عن معنى الميلاد، فياريت تحكي لنا كيف نستقبل عيد الميلاد. نعم، في ترتيلة بالكاثسمة، الكاثسمة ما يرتل وقت الجلوس في صلاة السحر، في بداية صلاة السحر في 24 الشهر. في ترتيلة بصلاة السحر بتقول: إن الملوك الذين من فارس، اللي احنا بنعرفهم المجوس، قدموا قديما للملك الإله اللي هو يسوع المسيح المولود ذهبا ولبانا ومرا، أما نحن ففي تعييدنا الآن مقدما لميلاده لنهديه عن حسن عبادة إيمانا ورجاء ومحبة من كل قلوبنا مسبحين العذراء. حقيقة تهيئنا للعيد ملخص بهذه الترتيلة. كثير كثير احنا مرات منتشتت عن كيف نحضر امورنا للعيد، بحيث انه بدنا نشتري الزينة، ومننا ننصب الشجرة، ومننا نشتري الالعاب للاولاد الصغار عشان سندك لوز يجيبهم، بدنا ننظف البيت، بدنا نزين البيت عشان يوم الناس تجي. وهذا الحكي مش سيء، بالعكس فرح الميلاد كويس انه يكون بهالطريقة، ولكن المشكلة يوم ننظف بيتنا الخارجي وننسى إن ننظف بيتنا الداخلي اللي لازم يستقبل ملك المجد يسوع المسيح. كيف أنا بدي أستقبل الميلاد طول ما في قلبي حقد؟ كيف أنا بدون إيمان أو رجاء، بدون صلاة، بدون مسامحة، بدون أبسط معاني المحبة، بدي أستقبل ملك الكل في قلبي؟ إذا منختزل العيد فقط للشجرة وسانتا كلوز وهاي الأمور، منكون حقيقة ما استقبلنا الرب يسوع المسيح الإله المتجسد كمان مرة في قلوبنا. وإنما إذا بدينا بالإشي المهم، إنه نستقبل ملك المجد في قلوبنا، بحيث إن ننظف هذه القلوب بالاعتراف، بالصوم، بالصلاة، بطلب المسامحة من مبغضينا، بأن إحنا نسامح اللي منبغضهم، وبعدين نفرح الفرح الخارجي كإنعكاس للفرح الداخلي، منكون كملنا العيد. ما أخذنا فقط القشور بدون الداخل. حلو القشور مش سيء، ولكن بدون الداخل بتعكس عن سطحية في إيماننا وضعف في فهمنا لمعنى العيد. ولكن أستاذ زياد، الصلاة للختيارية، الاعتراف انسى، يعني ما في شيء. احنا في عصر العولمة، عصر البذغ، عصر الدولارات واليورو الى اخره، اتجاهنا فقط للامور الخارجية المادية. للأسف هذا الحكي صحيح، ولكن صدقني انا أستاذ بالمدرسة وانا بشوف الشباب، ونشكر الله يعني انا بشوف الناس بالكنيسة. صدقوني يا جماعة، إحنا بأمس حاجة في هذا العصر للاعتراف والصلاة والتقريب من ربنا. كتير بتصير معنا مشاكل سببها إنه إحنا بعاد عن ربنا، سببها العولمة. أنا ما بحارب في العولمة ولا بحارب في طريقة حياتنا، ولكن إذا ما عمدنا حياتنا معنا وما عشنا حياة مسيحية، حياتنا رح تضلها صعبة. صدقوني يا جماعة، الاعتراف هو الدواء المنسي، للأسف هو دواء لقلوبنا، ولكن احنا بننساه. أنا ما بعرف كيف الإنسان اللي ممكن يكون عنده مرض عضال يشفى من المرض بدون ما يروح للطبيب. طب كيف الإنسان اللي معه مرض روحي بده يشفى بدون ما يروح للطبيب؟
كيف بدون تناول جسد الرب ودمه احنا منقدر ان نشفي حالنا من مشاكلنا؟ ومعظم مشاكلنا في مجتمعنا للأسف، انا بعد ما جيت من امريكا قبل 6 أشهر، معظم مشاكل المجتمع اللي انا شفتها انا وللأسف اللي انا ما كنتش اعرفها قبل 9 سنين وانا في فلسطين، ناتجة عن بعدنا عن الكنيسة. حلها موجود ولكن احنا بنرفضه. انا ما بعرف ليش احنا بنرفض الدواء تبع حلها، حل مشاكلنا اللي بتواجهنا يوميا واللي احنا بنشوفها يوميا واللي احنا بنفكر لها في حلول مستحيلة وحلها بسيط جدا بالصوم والصلاة والاعتراف. المسيح هو اللي كلنا، تعالوا إلي يا جميع المثقلي المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. طب ما هو يا إما إحنا منآمن بهذا الحكي ومنكون مسيحيين حقيقيين، يا إما في مشكلة. وين تروح رجولتنا وعضلاتنا؟ الرجولة اللي بالاعتراف يعني مش قادرين يعني نحل. يعني أنا بدبر حالي، أنا سيد نفسي يعني بهذا المعنى. للأسف هذا التفكير سائد جدا في حياتنا، ولكن هذا التفكير ما بنم عن معرفة ولكن عن جهل. قبل يومين احنا اخذنا محاضرة من دكتور بالجامعة العبرية بيحكي معظم المشاكل اللي بتصير مع اهل الريف هي مشاكل انه انا زلمة وانا بقدر احل حالي لحالي، فبيقع في مشاكل وهو مش داري. بين ابن المدينة، مش انه ابن المدينة احسن، لكن لأنه فيش عنده هاي الفكرة في كتير مرات بيكون التعامل معه كتير مرات أسهل أو حل مشاكله أسهل لأنه بيحاول يعترف في مشكلته. فهذه نقطة مهمة، إذا احنا مقدرين أنه احنا أقوى من الله وأنه احنا بنقدر نطلع فوق ربنا وأنه هذه المراجل أنه احنا نتعدى على ربنا، يبقى أنا بتخيل فيش لنا حل. وفي ناس كتير كمان بيحكوا أنه أنا حر، أنا بعيد زي ما بدي بالطريقة اللي بدي إياها، بزين بيتي زي ما بدي. يعني ما فيش حدا بيقدر يجبرك، ولكن للأسف إحنا بنفهم فكر الحرية بطريقة خاطئة. الحرية مش إني أصير عبد لطريقة الزينة، الحرية إني أكون ذكي أختار الخيار الصح والمفيد وأكون حر كفاية إني أختار هذا الخيار، ولكن إذا الخيار الأصح لإلي ما أختاره لأنه أنا حر بكون أنا حر جاهل. وهذا للأسف اللي إحنا بنعاني فيه. يعني لو خيرت الولد الصغير ما بين يأكل الأكل المفيد أو الشوكولاتة راح يختار الشوكولاتة، ممكن هو حر ولكن إحنا بنعرف إنه ضر حاله ما فاد حاله. هذه مش حرية، هذه مش حرية طبعا، هذا جهل. أستاذ زياد، كيف نستقبل العيد ونحن والناس الجميع لا نحب بعضنا البعض؟ كيف نستقبل يسوع المسيح في قلبنا؟ حقيقة على الأقل يعني نبدأ من أنفسنا، نبدأ من أنفسنا. لو كل واحد فينا بدأ يصلح بيته الداخلي كان ممكن نعمل تغيير. تعرف وأنا أدرس بالدير أجا مطران وأعطانا محاضرة، فالمطران كلنا يوم أنا كنت أدرس بالدير، أول ما دخلت أنا على الدير كنت بدي أصلح العالم. بعد أول فصل قلت أنا بقدرش أصلح العالم، بدي أصلح أمريكا. بعد ما خلص السنة الأولى قال أنا بقدرش أصلح كل أمريكا، بدي أصلح الروم الأرثوذكس اللي موجودين في أمريكا. بعد ما تخرج كان مقتنع إنه أنا إذا كنت قادر أصلح نفسي نشكر الله. عشان هيك القديس سرافيم ساروفسكي كان واضح، قال خلص نفسك وكثيرون من حولك يخلصون. إذا في البداية إحنا بدنا نشتغل على أنفسنا، رغم كل المعوقات، رغم كل حروب الشياطين، رغم كل حروب شهوات الجسد، رغم كل المشاكل إحنا بنعيش فيها، إذا إحنا ما خطيناش الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح، إذا إحنا منساعد الشيطان بإننا نكمل حالتنا بهالطريقة هذه. شو هي الخطوة الأولى؟ الصلاة، محاولة الاعتراف،
محاولة التمييز إنه الله أقوى مني وإنه الله اللي قادر إنه يحل مشاكلي. وإن الكنيسة للكل، وإنه طبعا الكنيسة لا إلي ولا إلك ولا الخوري فلان ولا الخوري ولا لحد الكنيسة، ولا إني أتكاتل ولا إني أصرخ ولا إني. إحنا في وقت ميلاد ملك السلام اللي جاي يحللنا مشاكلنا، فما نخلي عيده هو وقت للمشاكل. هذا الحكي خطأ وللأسف مشاكلنا كثيرة. وأعزائي المستمعين، بنكمل دردشتنا في الجزء الثاني من برنامج جذورنا اللي بنذاع على أثير راديو موال، وأستاذ إياد رح نحكي عن العيد، عيد الميلاد بحسب التقليد المسيحي الأرثوذكسي في الجزء الثاني. أعزائي المستمعين، كونوا معنا دائما مع راديو موال، راديو الشباب الأول، وبرنامج جذورنا.